إذا معنا المهندس محمد بن أحمد الغريبي مدير الشؤون الخارجية والاتصالات بشركة تنمية نفط عمان. مساء الخير مهندس. مساء النور والسرور وأهلا وسهلا بكم. نرحب فيك في برنامج مع الشبيبة وحديثنا حول اكتشاف أكثر من 4 تريليون قدم مكعب من الغاز في حقل. مبروك. نعم. من خلالك نتعرف على تفاصيل هذا الموضوع وحول الكميات أيضا المكتشفة من هذا الغاز في الحقل المذكور. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلمون فقد صرح مدير عام الشركة قبل يومين خلال المؤتمر الصحفي السنوي لوزارة النفط والغاز عن هذا الاكتشاف من الغاز في شمال منطقة امتياز الشركة. ووفقا للتقديرات المبدئية الأولية أن هذه الكميات قدرت بأكثر من 4 تريليون قدم مكعب كما سلفي، وقريبا 12 مليون برميل من الغاز. نتحدث أيضا عن مقارنة هذه الكميات بمكتشفات سابقة من هذا النوع، يعني من المكتشف، هل تعد فعلا كبيرة؟ طبعا هذا الأرقام ربما عندما نضعها في سياق بعض الأرقام التي ذكرت خلال المؤتمر الصحفي، مثلا في عام 2017 تم إضافة حوالي 5 تريليون قدم مكعب من الغاز إلى الاحتياطي، وبالتالي إذا كنت تتخيل يعني الرقم المبدئي هذا كيف يقارن يعني مع مثل ما تم إضافة من احتياطيات من الغاز خلال عام واحد بالكامل اللي هو كان عام 2017. إذن هذا الاكتشاف أتوقع سيضيف أهمية وجدوى اقتصادية وعائد اقتصادي أيضا متوقع من خلاله. نتحدث عن مستوى هذه الجدوى الاقتصادية التي يضيف هذا الاكتشاف. طبعا لا شك أن الغاز يعني كمصدر من أحد مصادر الطاقة المضيفة أيضا نسبيا له استخدامات عديدة في الصناعة، في توليد الكهرباء سواء كان للاستخدامات المنزلية أو الاستخدامات الصناعية، أو في أيضا كما قلت في توليد الطاقة الكهربائية. كذلك لا ننسى أيضا أنه كثير من المشاريع الاقتصادية التي سواء كان المستثمر فيها محلي أو أجنبي يعتمد اعتماد كبير على توفر كميات من الغاز، وبالتالي تنشط الحركة الاقتصادية وما لها طبعا من فوائد ومضاعف اقتصادي في البلد بشكل عام من خلال هذه الأنشطة الاقتصادية التي تقوم أساسا على توفر كميات من الغاز. نعم. تحدث أيضا من خلالك مهندس على هذا الاكتشاف اليوم، الاكتشاف موجود والكمية محددة، ما هي الخطة الإجرائية للعمل، بدء العمل بهذا الاستخلاص لهذا الغاز؟ كما تعلمين في عملية اكتشاف وإنتاج والنفط والغاز يمر بعدة مراحل. نعم. طبعا المرحلة الأولى هي مرحلة الاستكشاف، تتبعها وتتوافر معها أيضا مرحلة للتقييم للتعرف على أبعاد المكمن على الأرقام النهائية، يتبع ذلك خطة لتطوير الحقل بالكامل، ثم تبدأ بعد ذلك عمليات التخطيط والتصميم ثم الإنشاء استعدادا لما بعد ذلك وهو التشغيل ثم الإنتاج. هناك مراحل يعني لابد أن يعني يتم فيها مثل هذه الاكتشافات، ولكن بالنسبة لي أيضا لهذا الحقل فكما جاء أيضا في المؤتمر الصحفي هناك إحدى الأعبار يعني ربطت يعني في الإنتاج يعني، وأخرى ربما ترى أنه أيضا قريبا يعني. أتمنى لكم كل التوفيق، ونحب أيضا نتعرف من خلالك إذا كان هناك خطة جديدة للشركة حول اكتشافات أيضا قادمة في أي مجال من المجالات. طبعا شركة تنمية نفط عمان بحكم أنها اللاعب الرئيسي في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز سلطنة، عمليات هذه الاستكشاف هي جزء أصيل من
عملياتها بشكل عام يعني ولا تتوقف. عمليات الاستكشاف دائما مستمرة سواء كان في جانب النفط أو حتى في جانب غاز. ومتى ما يعني تم يعني التحقق والتأكد من وجود أي اكتشافات يتم الإعلان عنها كما صار في مثال مبروك. إذن مهندس محمد بن أحمد الغريبي مدير الشؤون الخارجية والاتصالات بشركة تنمية نفط عمان، شكرا جزيلا على هذه الوقفة وعلى هذه المعلومات حول الاكتشاف الخاص بالغاز. شكرا جزيلا. شكرا لكم.